ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا سائل يقول: يوجد من بعض طلبة العلم اليوم من يقولون أن الاستعانة بالمشركين تعتبر من موالاتهم، وأن ذلك كفر لأن الاستعانة بالكافر تعتبر كفر، فهذه المسألة هل تعتبر من المسائل الاجتهادية أم هي من المسائل التي يعقد عليها الولاء والبراء؟ نرجو التوضيح. هذا الكلام كلام جاهل لا يدري ما يقول. ليس الاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة من الموالاة، هذا من التعامل معهم، مثل ما نشري منهم السلاح، ومثل ما نشري منهم البضائع والمنتوجات، هذا من تبادل المصالح وليس هو من الموالاة. الموالاة هي المحبة، فنحن نستعين بهم وإن كنا لا نحبهم، من أجل الضرورة فقط ومن أجل مصلحتهم هم، لأنهم يأخذون منا مقابل، هم بيساعدوننا مجاني، يأخذون منا مقابل، فهذا من التعامل يا أخي وليس من الموالاة. وعلى المسلم أنه يتقي الله ولا يقول بغير علم ولا يفتي بغير علم ولا يخالف أهل العلم، وليس هذا من الاجتهاد، هذا فيها أدلة، ما دام فيها أدلة فهذا منصوص عليه، ليس هو من الاجتهاد الذي هو الاستنباط فقط، إنما هو قول بدليل كما ذكرنا لكم. لكن كما ذكرت على الجاهل أن يسكت، لا سيما في هذه الأمور المهمة، ولا يدخل فيها بتخرص أو بجهل ويحكم بالكفر. رأيت منه حكم بالكفر والعياذ بالله، وهذا يرجع عليه هو، الخطر عليه هو، فلا يجوز الإنسان يتخرص في هذه المسائل ويقول على الله بغير علم ويتهم العلماء. نعم.